في ذاك اليوم درس في القيادة العملية. المراكز الصيفية هي أحد المحاضن الشبابية التي كانت تستثمر أوقات الشباب، وأيضا هي محضن الإبداع، وكذلك هي مدرسة كانت تجتمع فيها هؤلاء الشباب في وقت الفراغ من أجل قضاء أفضل الأوقات. ذاك اليوم قدمت لأن أكون أحد نواب الأسر التي كانت تتشكل في داخل هذه المراكز الصيفية. وكانت المراكز الصيفية في ذلك الوقت ليست كهي مثل المراكز الصيفية التي كانت في الفترة الأخيرة، كانت مدعومة بشكل قوي، وكانت أيضا تنوع في الأنشطة، سواء كانت في قضايا النجارة، في قضايا الأدب والإلقاء والشعر وما إلى ذلك. كانت أيضا دوري رياضي بمختلف التنوعات، سواء كانت كرة طائرة ولا كرة سلة. أيضا كان هناك رحلات، وسأقف مع قضية الرحلات. في نهاية كل مركز صيفي كان ينتقى 50 طالب، ومن ثم يذهب بهم إلى رحلة إلى أبها، ومن ثم في العودة يذهبون إلى مكة. ورتب أن هناك عدد من المشرفين أو واحد من المشرفين سيتولى هذه الرحلة ويلحق به بقية المشرفين. فجأة اعتذر في آخر لحظة ذلك المشرف، جاءه ظرف فقالوا لك، فجاءوا إلي فقالوا بما أنك أنت النائب أنت من سيتولى هذه الرحلة بأكملها، خذ هذه العهدة المالية وهذا الباص وهذا وهؤلاء 50 طالبا، كان بعضهم في أسناني وكان بعضهم أكبر مني. فانطلقت الرحلة، كنت أنا المحاسب، وكنت أنا الطبيب، وكنت أنا المصلح الأسري، وكنت أنا المرشد، وكنت أنا أيضا في العلاقات العامة. مارست كل الأدوار من أجل فعلا أن يتحقق النجاح لهذه الرحلة. فانطلقت الرحلة بأتعابها وأيضا بمسيرتها الطويلة إلى أن وصلنا إلى أبها. أيضا كان التنظيم أكثر من رائع. تعلمت في ذلك الوقت أن القيادة العملية هي أفضل بكثير من قراءة آلاف الكتب، لأنني فعلا مارست دور القيادي في ذلك، وتحملت مسؤولية 50 شخص، وأيضا أخرجت هذه الرحلة إلى بر الأمان. هذا جعل الإنسان يفكر تفكير جدي في أننا كيف نستطيع فعلا أن نمارس هذه القيادة العملية أو نمكن هؤلاء الشباب من خلال ممارسة الإدارة العملية أو القيادة العملية، هي التي ستصقل وهي التي فعلا ستخرج هؤلاء إلى الميدان في سبيل فعلا أن يتولوا أعمال تنفع الوطن.